نطلب من الرب دخيل اسمه انه يحل السلام ببلدنا وبكل العالم ويبعد عنا هالضربة. نحن اليوم بقلب واحد، كل السوريين اجتمعنا اليوم بكنايسنا بمساجدنا بمختلف مذاهبنا لحتى نصلي من اجل سوريا. سوريا طبعا هي البلد اللي طلعت منها رسالات السماوية، طلعت منها الأديان، طلعت منها المحبة والحضارة. سوريا بلد التاريخ. نحن اليوم صلينا من أجل السلام، من أجل أنه الله يحمي سوريا ويحمي جميع العالم. احتفلنا بالقداس الإلهي في هذا الصباح المبارك لكي نصلي من أجل سوريا، وذلك بتوجيه من صاحب القداسة مرناطيوس زكا الأول عواز بطريرك أنطاكيا والسائر المشرق للسريان الأرثوذكس، تضامنا مع أخيه أيضا في رتبة البابا مار فرانسيس بابا الفاتيكان، الذي كان قد وجه بأن يحتفل كل المؤمنين في كل أنحاء العالم بيوم صوم وصلاة من أجل سوريا.